عليه وسلم، حيث يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ويقول البشير النذير، ويقول في آية السراج المنير، وعن طهارة رسول الله يقول: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ويقول الإمام الباقر عليه السلام: إن أول شيء خلقه الله هو نور نبيكم، ثم خلق منه كل خير. ويقول أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه: ثم أفضت كرامة الله سبحانه وتعالى على محمد صلى الله عليه وآله وسلم، حيث جعله من أفضل المعادن منبتا وأعز الأصول مغرسا. ويقول أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في صفات رسول الله: كحيل العينين، عريض المنكبين، باسط اليدين، إذا قام بين الناس غمرهم بالقيام، وإذا مشى معهم كأنه السحاب المظلل بالغمام، شفيع الأمة، نبي الرحمة. فلقد قتلوا صفات رسول الله في كربلاء، إذ يقول أبي عبد الله الحسين: برز إليهم أشبه الناس خلقا وخلقا ومنطقا برسول الله. ويقول أبي عبد الله الحسين: إذا اشتقنا إلى رسول الله نظرنا إلى علي الأكبر، فهو شمس كربلاء كجده رسول الله، ويحمل كرات أمير المؤمنين على محبة سيدنا ومولانا الشهيد ابن الشهيد والمظلوم ابن المظلوم سيدنا ومولانا علي الأكبر. نوروا مجلسكم بذكر الصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على. قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، في صفات رسول الله: وإنك لعلى خلق عظيم. ويقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أفضل ما يوضع في ميزان امرئ يوم القيامة حسن الخلق. ويقول الإمام الصادق عليه السلام: أكثركم إيمانا أحسنكم خلقا. ويقول أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه: يغفر الله لكل الذنوب إلا لسوء الخلق. لذا كان علي الأكبر يحمل خلق عظيم كخلق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على محبة سيدنا ومولانا علي الأكبر، وعلى محبة أمه مستجابة الدعوة، حيث سألت الله عز وجل يوم العاشر بغربة الحسين أن يرجع علي الأكبر للخيام، ثم ذهب للقتال على محبتهم: أعيدوها ثانية يرحمكم الله. اللهم صل على. أنا ابن حسين السبط، سبط محمد، أجل الورى قدرا وأعظم جاها، دعتنا أناس تدعي حب جدنا وتبدي لآبائي عظيم ولاها، وقد كذبت فيما ادعته وجندت جنودا بها، قد ضاق رحب فضاها، وهذا الفرات العذب يطفح ماؤه، وقد شربت منه وحوش فلاها، وآل بيت رسول الله حرى قلوبها، وقد يبست من عندها شفتاها، فيا موت زر، إن الحياة ذميمة إذا حكمت في ديننا سفهاها، إذا حكمت في ديننا سفهاها. على محبة غريب كربلاء أبي عبد الله الحسين
وعلى محبة ابنه الغريب العطشان علي الأكبر، اقضوا حوائجكم وارفعوا درجتكم بذكر الصلاة على محمد وآل محمد. جزاكم الله الخير. يعني ما نقطع المجلس والبحث، فالإخوان القاعدين بالنص بلا أمر عليهم. رحم الله من ذكر القائم من آل محمد. لو تتقدم علي على المنبر. رحم الله والديك. يا الله يا الله. لا حول ولا قوة إلا بالله. يكون الصوت ينضبط يا علي. شد هذا الصوت. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، وعجل فرجه وسهل مخرجه، واجعلنا من أنصاره وأعوانه وشيعته واللائذين تحت لوائه برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل يا ربي على محمد وآله الطاهرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين، العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد حبيب إله العالمين، أبي الزهراء محمد وعلى الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله.
صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، يا غريب يا مظلوم كربلاء، يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز والله فوزا عظيما. جمع الصفات الغور وهي تراثه من كل غطريف وشهم أصيدي، في بأس حمزة، في شجاعة حيدر، بإباء الحسين، وفي مهابة أحمد، وتراه في خلق وطيب خلائق وبلي نطق كالنبي محمد، ويؤوب للتوديع وهو مكابد لظمأ الفؤاد والحديد المجهد. يشكو لخير أبا ظماه وما اشتكى، طام الحشا إلا إلى الظالم. فانصاع يؤثره عليه بريقه، لو كان ثم تريقه لم يجمد كل حشاشته كصالية الغضب، ولسانه ظمأ كشقة مبردي. يا بويا يا بويا واج قلبي من العطش نار، يا بويا يا بويا يا بويا يا بويا يا بويا يا بويا واج قلب من العطش نار، شمس وحدي تدري والوقت حار، بتشو قل يا ريت فراتهم غار، يا وحط حلقة على حلقة ولن يفور بتشو قل يا ابويا وداعي
الله. علي الأكبر يودع الحسين، بجا وقال له يا أبويا وداعت الله. أشو لساني على لسانك تقلى لروح الجدي الهادي، وقل له شبع ريحانتك من أمتك جور. الله أكبر. يا شبع ريحانتك من أمتك يا جار. قل والدمع بالعين دفاك، بعبرة مكسرة وبقلب خفاك، يا ابويا وداعت الله هذي الفراق. يا ابويا شبيدي ها يا هذا المقدر. إنا لله. وإنا إليه راجعون. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، والعاقبة للمتقين. من كلام لسيدنا ومولانا الإمام الحسين عليه السلام حينما برز علي الأكبر يوم العاشر من المحرم، قال: اللهم اشهد على هؤلاء القوم، فقد برز إليهم من هو أشبه الناس خلقاً وخلقا ومنطقا بنبيك محمد صلى الله عليه وآله. يعتبر الوالد هو امتدادا وجوديا لذلك الولد الذي يكون بعده، ويعتبر الولد هو الامتداد الطبيعي لذلك الوالد، بل إن الولد يكون جزءاً من أبيه، وفي بعض الأحيان حينما يكون الولد نموذجاً حقيقياً في هذا المجتمع يكون هو الكل من الكل. وهذا ما قاله أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه حينما كان يرى الإمام الحسن بأبي وأمي، يقول: بني أراك بعضي بل أراك كلي، ولو أن شيئاً أصابك أصابني. يقول له: أراك بعضي بل أراك كلي، ولو أن شيئاً أصابك أصابني. ومن هنا أنت ترى حتى أن الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم حينما يقسم يقول: ووالد وما ولد، باعتبار أن ذلك الولد سواء كان على البنت أو على الولد. نحن حينما نقول الولد لا، ليس معنى ذلك أن هذا الولد المتجسد هو فقط، بل إن الامتداد في بعض الأحيان حتى يكون للبنت كما هو للزهراء صلوات الله وسلامه عليها. ولذلك الأمة كانت تعاقب حكام الظلمة، كانوا يعاقبون على كل إنسان يقول على أن الحسن والحسين هم من أولاد رسول الله. ليش؟ لأنه أجوا من فاطمة الزهراء ومن أمير المؤمنين. قولوا ابن فاطمة، لا تقولون قولوا ابن علي، لا تقولون ابن فاطمة. وهكذا صارت الدول تعاقب أي إنسان يقول على أن الحسن والحسين هم من أبناء رسول الله، والروايات كثيرة وهذا ليس بحثي اليوم. فيكون الولد هو الامتداد الطبيعي لذلك الوالد. ولكن كما قلنا أيها الأخوة أيها الشباب، أن يكون ذلك الولد يكون امتداداً طبيعياً إذا كان باراً بوالديه. مو أي ولد يكون امتداد طبيعي لوالديه، لا، أن يكون باراً صالحاً يستحق أن يكون امتداداً طبيعياً لذلك الوالد. أما إذا كان ولداً عاقاً فهذا يأتي باللعنات إلى والديه مع شديد الأسف. ومن هنا نشوف المشرع الإسلامي إيش قد ركز على بر الوالدين ويتكلم على عقوق الوالدين.
شوف النبي صلى الله عليه وآله، التفتوا أيها الأخوة أيها الشباب، شوف حديث النبي صلى الله عليه وآله يقول: بين البار والنبي درجة. بين البار اللي بر أمه وأبوه، بين البار والنبي درجة، وبين العاق وفرعون دركة. يقول بين البار اللي بر أمه وأبوه وبين النبي يكون درجة واحدة، لأنه بر أمه وأباه. وبين العاق اللي عق أمه وأبوه، وبين العاق وفرعون دركة، يعني يصل العاق إلى درجة بعد فرعون مباشرة. ولذلك من أشد الذنوب التي تظهر على الإنسان بالدنيا قبل الآخرة هي ثلاث أيها الأخوة: الاعتداء على أعراض الناس. اليوم إنسان يجي حاشاكم إن شاء الله ما نقول موجودين بهذا المجلس، الذي يعتدي على أعراض الناس هذا يسلط الناس على عرضه وعلى أخته وعلى زوجته وعلى ابنته، لأن حتى في الحكم يقولون: إذا كان بيتك من زجاج فلا ترمي الناس بالحجر. كل إحنا طالعين من أمهات وعندنا زوجات وعندنا بنات وعندنا أخوات، الله عز وجل يسلط. هس يقولون: مو الله اللي يسلط، لا، وإنما أنت الذي سلطت على ماذا؟ على أختك أو على حاشاكم، يعني من يأتدي من يأتي ويعتدي. فهذه من الأمور التي تظهر عقوبتها في الدنيا قبل الآخرة، وهي الاعتداء على أعراض الناس، هذا أولا. وثانيا شهادة الزور. واحد قاعد يقولوا له: يا بتعال اشهد، قلهم أنا ما شايف، يقولوا له: إيه، هاك كم دينار كم درهم، وتعال اشهد زور على فلان. أو مو شرط بالمال، قد تكون لمصلحة ينتمي له بالطائفية أو ينتمي له بالعشيرة أو بالقبيلة، يقولوا له: تعال اشهد، فيشهد وهو لم يشهد، يعني لم يشهد الواقعة. فهذه من الأمور التي تظهر عقوبتها في الدنيا قبل الآخرة، وكذلك عقوق الوالدين. عقوق الوالدين تظهر بالدنيا قبل الآخرة، مثل ما الإنسان يجيب أمه اليوم ويذبهم بدور العجزة، باشر توقع يذبونك أبنائك أيضاً بدور العجزة. نفس الشيء كل شولاء الأم والأب. وكذلك من الذنوب التي تعرقل خروج الروح من البدن، من أشد الذنوب التي تعرقل خروج الروح من البدن، هي قضية ماذا؟ هي قضية عقوق الوالدين. أكو كتيب جداً لطيف للشيخ عباس القمي صاحب كتاب مفاتيح الجنان، يروي هالرواية، هاي هذا المحقق الكبير يروي هاي الرواية الموجودة في هذا الكتاب اسمه منازل الآخرة. يقول: في زمن النبي صلى الله عليه وآله أكو شاب من الأنصار في ساعاته الأخيرة وهو يحتضر عملية خروج الروح. الاحتضار هو عملية خروج هذه النفس أو الروح من البدن. كلما جاءوا إليه ولقنوه الشهادتين لم يستطع أن يتلفظ، ما يستطيع. اجوا للنبي صلى الله عليه واله، قالوا له: يا رسول الله، اكو شاب من الانصار كلما لقناه الشهادتين لم يستطع. واذا بالنبي بنفسه ياتي الى هذا الشاب، يقف على راسه، قال له: قل اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. قال له: يا رسول الله ما اقدر. قال له: ما اقدر. النبي مرتبط بالسماء لا ينطق عن الهواء، التفت إلى أهله قرايبه، عرف وين المغزى. هاي شاهد الكلام ورباط الكلام، شاهد الرواية. التفت إلى واحد من أهله قالهم: له والدين، هذا ما تقدر تطلع روحه، عنده أم وأب. قالوا له: بلى يا رسول الله، أبوه متوفي ولكن أمه على قيد الحياة. وين أمه؟ إجت أمه، راحوا جابوا أمه. النبي صلى الله عليه وآله التفت له، قال لها: أنت راضية عنه؟ أنت راضي عنه لو لا؟ قالت له: لا والله يا رسول الله أنا ما راضي عنه. النبي عرف، قالها: ليش؟ لماذا؟ قالت: والله يا رسول الله يوم من الأيام إجا غضبان للدار وسجر التنور، خلى بي حطب وشعله وشاني وراد يقذفني بالتنور، وحتى صدر احترق من عده يا رسول الله، وأنا ما راضي عنه. التفت إليها النبي صلى الله عليه وآله، قالها: بحقي عليكِ،
وبحق ممشاي عليك إلا ما رضيت عنه. الخاطري ارضي عنه. فقللهن فقلت له يا رسول الله لمجيئك ولممشاك أنا راضية عنه. تقول الرواية فجاء إليه النبي صلى الله عليه وآله مرة ثانية وجاء وقف عند رأسي. قال له قل أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قال له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. قال له في اللحظات قبل القليل ماذا كنت ترى؟ شنو كنت تشوف قبل لا أمك راضية عنك وهسه شنو تشوف؟ قال له يا رسول الله كنت أنظر إلى فرشاء مرعب كلما يسحب الروح يرجعها يعذبني، أما الآن ماذا ترى؟ قال له أنظر إلى شبح أو إلى فرشاء لطيف. عند ذلك فمات وهارت عيناه. وهذه الرواية أيضا يركز عليها ماذا عباس القمي أيضا، عزرائيل من يجي إلى إبراهيم سلام الله تعالى عليه شاهد الكلام يقول له يا ملك الموت كيف تقبض روح المؤمن وكيف تقبض روح الكافر؟ قال له أما المؤمن فهكذا فتشكل له بأجمل صورة. قال له زين شلون تقبض روح الكافر؟ قال له يا رسول الله يا نبي الله لا تستطع عليها ما تقدر شب. ألح عليه إبراهيم قال له أدر وجهك دار وجه إبراهيم التفت إليه وإذا بإبراهيم يقع مغشا عليه. قال له يا عزرائيل يا ملك الموت والله لو لم يكن من العذاب للكافر إلا هذه الصورة لكفت. ولذلك نحن نقول إن المقسم هو العمل، ما الذي جعل عزرائيل يتشكل بهذه الصورة الجميلة وما الذي جعل عزرائيل يتشكل بهذه الصورة الغير جميلة؟ العمل، العمل مولانا هو العمل الذي يؤدي إلى تشكيل عزرائيل بهذه الهيئة أو هذه الهيئة. تخير قرينا من فعالك إنما قرين الفتى في القبر ما كان يفعل. إذن لابد أن الإنسان يلتفت، ولذلك حتى الإمام الصادق عليه السلام يقول من أراد الله أن يخفف عنه سكرات الموت لابد أن يكون بقرابته وصولا وبوالديه بارا. اللي يريد الله سبحانه وتعالى يخفف عنا سكرات الموت لابد أن يكون بقرابته وصولا وبوالديه بارا. بر الوالدين، ولكن بر الوالدين احنا مثل ما نتكلم على حقوق الابن للاب لابد ان يعرف الاب ان هناك عليه حقوقا اتجاه هذا الولد واتجاه هذه البنت. هي مو دكتاتوريه، الشرع ما بي دكتاتوريه، ما بي ظلم. اي والله الا تطيع امك وابوك حتى وان كانوا عاصين في معصيه الله. لا، لابد ان ينظر الاب والام الى تربيه الابناء وان يحسنوا هذه التربيه. اكو حقوق، اقراوا كتاب كراس صغير للإمام زين العابدين سلام الله تعالى عليه اسمه رسالة الحقوق. كل إنسان اليوم عنده حق لابد أن يعرف القانون الذي وضعه الله سبحانه وتعالى عليه. شنو حقك الذي تؤديه اتجاه الزوجة؟ وشنو الحق اللي تؤدي الزوجة اتجاهك؟ وشنو الحق اللي يؤدي الأم والأب اتجاهك؟ وشنو الحق اللي أنت تأدي اتجاه أمك وأبوك؟ رسالة الحقوق قانون، والله لو تمسك الإنسان بهذه الكراسة الصغيرة وكل من عرف حدوده لعشنا في سعادة مطلقة. كان الأسر تعيش سعادة مطلقة، ما شوف عندنا نسب طلاق، ما شوف عندنا اعتداء على الزوجة ولا اعتداء الزوجة على الزوج ولا انفلات البنات وانفلات الأبناء. وكذلك ماذا الأبناء أيضا رحم الله من ذكر القائم. جزاكم الله ألف خير، تقدموا شوية رحم الله والديكم، راح نزاحمكم هاي بعد خلاص يعني خير إن شاء الله خير. صلى على محمد وعلى. أي والله تقدموا رحم الله والديكم تقدموا. أي والله حتى أخوانكم يدخلون يعني جزاكم الله ألف خير، أحسنتم رحم الله والديكم، نزاحمكم كثيرا أجر وثواب إن شاء الله. تفسحوا في المجالس يفسح الله لكم. إذا تفسح بالمجالس الله يفسح عليك. صلوا على محمد وآل محمد. فيعتبر الولد هو الامتداد الطبيعي لمن؟ للوالد. ولذلك علي الأكبر سلام الله تعالى عليه كان امتدادا طبيعيا
للحسين سلام الله تعالى عليه. من هنا حينما وقع علي الأكبر في أرض المعركة تقول الروايات أن الحسين احتضر. ليش؟ لأنه ولد بار بأبيه سلام الله تعالى. احتضر، تعرف شنو معنى احتضر؟ وصل إلى مرحلة خروج الروح من البدن الحسين حينما وقع علي الأكبر سلام الله تعالى عليه. تعرف ليش؟ لأنه كان أشبه الناس خلقا وخلقا ومنطقا برسول الله صلى الله عليه وآله. علي الأكبر سلام الله تعالى عليه. خلي اليوم شوية نجي بعد هالمقدمة الأخلاقية ندخل في مقدمة تاريخية، لأنه كثير من الأخوة يعتب يقول ما تكلم التاريخ أنت خلال هذه الأيام، نريد تاريخ. فالتاريخ أيضا من القضايا الضرورية في حياتنا، نتعلم تاريخنا اليوم. إحنا الحسين سلام الله تعالى عليه حينما نأتي إلى حياة علي الأكبر عليه السلام، الحسين سلام الله تعالى عليه تزوج 5 من النساء. أول امرأة تزوجها هي ليلى أم علي الأكبر، وأنجبت له علي الأكبر، وكانت ولادة علي الأكبر سنة 33 للهجرة. يعني يكون عمره في واقعة الطف ما يقارب 27 عام. واضح؟ يكون عمره في واقعة الطف 27 عام، يعني أدرك جده أمير المؤمنين ما يقارب 6 إلى 7 سنوات. يعني إذا قلنا أن علي بن أبي طالب استشهد في سنة 40 للهجرة، يعني كان عمره ما يقارب 7 سنوات علي الأكبر سلام الله تعالى عليه. فليلى أنجبت للحسين علي الأكبر، وسوف يأتي الحديث عنها إن شاء الله بعدما أنتهي من زوجات الحسين وتقسيمات أبناء الحسين عليه السلام. الزوجة الثانية التي تزوجها الحسين هي الرباب سلام الله تعالى عليه، ولها موقف مشرف كما يقول الشيخ الوائلي. يقول أقلعت سقف الدار بعد قتل الحسين وقالت لا أستظل تحت سقف بعد أبي عبد الله الحسين. هذا موقف مشرف يسجل للرباب سلام الله تعالى عليه. أنجبت له 2 من الأولاد، ولد وبنت، سكينة وكذلك عبد الله الرضيع. أخوة عبد الله الرضيع وسكينة بأبي وأمي، أخوة يكونون من الرباب سلام الله تعالى عليها. الزوجة الثالثة التي تزوجها الحسين عليه السلام هي أم إسحاق بنت أبي طلحة. هاي اللي أنجبت للحسين أيضا 2 بنات اللي هي رقية سلام الله تعالى عليها، الملقبة بفاطمة الصغرى، وكذلك العليلة. العليلة أيضا أخت رقية عليه السلام. يعني أنجبت له أم إسحاق، أنجبت 2 بنات للحسين عليه السلام اللي هي فاطمة أيضا الكبرى، المسمى بالكبرى لأنها هي أكبر من رقية، وسموها الاثنين هن فاطمة لأن كان أكثر البنات شبها بفاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها. وتزوج الحسين من الزوجة الرابعة اللي هي أم جعفر القضاعية بنت أبي طلحة. طلحة اللي هو أحد الأشاوس الأقاعس الذين استشهدوا مع علي بن أبي طالب عليه السلام في معركة الجمل، وأنجبت له ولد اسمه جعفر مات في حياة أبيه. والزوجة الأخيرة التي تزوجها الإمام الحسين عليه السلام اللي هي شاه زانان بن يزدجر، إن صح اللفظ من عندي، ملك الفرس. وماتت هذه المرأة في فترة النفاس، في فترة النفاس ماتت. وولد الإمام زين العابدين في ذلك التاريخ سنة 37 للهجرة. هذا التاريخ المحقق والصادق، لأن البعض يقول على أن الإمام زين العابدين هو أكبر سنا من الإمام من علي الأكبر عليه السلام، مع العلم أن التاريخ عكس ذلك باعتبار أن علي الأكبر ولد سنة 33 للهجرة، والإمام زين العابدين سلام الله تعالى عليه ولد سنة 37 للهجرة. يعني يكون عمره في واقعة الطف ما يقارب 23 إلى 22 عام الإمام زين العابدين بأبي وأمي. وكان من يجلس ويا المربية اللي اجت ربت، ما نقول ربت وإنما احتضنت الإمام زين العابدين، كان لا يأكل معها، كان ما يأكل مع هذه الإمرأة اللي احتضنته. يقول له ليش يا مولانا، لماذا لا تأكل مع هذه المرأة؟ يقول لهم إنها بمنزلة أمي، فأخشى أن تقع يدي على لقمة قد وقعت عينها عليها. شوفوا شلون يريد أمتنا يطون نفر التربية اتجاه الأمهات والآباء.
هاي التربية الحقيقية. ولذلك يشوف الإمام الباقر أكو واحد من المقربين إلى مات طول حياة الإمام ظل ما يتكلم وياه، قال له ليش يا ابن رسول الله؟ قال هم يوم من الأيام شفته من تجي على أبوه، وهذا من العقوق. ولا تقل لهما أف، هاي الأف يحرم عليك أنه تقولها بوجه الأب ووجه الأم. وإذا باليوم تشوف أنت الولد وحاشاكم حاط رجل على رجل وأبوه واقف، مو يا الله شلون ينزل علينا الرحمة. ولا تقل لهما أف. فعلي الأكبر سلام الله تعالى عليه كان هذا الشاب المطيع للإمام الحسين، ولد من ليلى. ليلى شوية خل أرجع لها، مرتبط أيضا فيها بحث مهم جدا. ليلى سلام الله تعالى عليها من ناحية الأم، يعني علي الأكبر من ناحية الأم، من ناحية الأم هو ابن ليلى بنت عروة بن مسعود الثقفي. مسعود عروة بن مسعود الثقفي اللي يقول عن النبي صلى الله عليه وآله كصاحب آل ياسين، ذهب إلى قومه فنصحهم فقتلوه، أسلم سنة 9 للهجرة، يعني جد علي الأكبر، وصعد على الجبل وصار يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، فرموه في سهم فقتلوه فمات شهيدا. هذا جد علي الأكبر من ناحية الأب، يعني الأم وعن طريق الأب. أما من ناحية الأم عن الأم، يعني ليلى بنت ميمونة. ميمونة تعرفونها بنت من؟ بنت أبي سفيان. يعني جد علي الأكبر من ناحية الأم يرجع نسبه إلى أبي سفيان من ناحية الأم. ولذلك الاستمالات جاءت ليس للعباس في معركة الطف، حتى لعلي الأكبر رادوا يستمالونه، باعتبار أنه يرجع أبو جدته، خلنا نعبر هالشكل، اللي يصير هو أبو سفيان، يخرج الطيب من الخبيث، هذا اللي رفع لواء الشرك والحرب ضد النبي صلى الله عليه وآله. فعلي الأكبر من ناحية الأم هكذا، ومن ناحية الأب هكذا. خلي شوي أرجع إلى أصل الحديث اللي يتكلم به الإمام الحسين عليه السلام، لأن إحنا ما عدنا التاريخ مع الواقع، ومع الأسف أنه التاريخ لم يكتب كثيرا عن أهل البيت. تعرف ليش؟ لأنه أولاً الأعداء هم الذين كتبوا التاريخ. إحنا نقرأ الروايات على المنابر، والله حميد بن مسلم هو الذي قال كذا، مع أن العلم أن حميد بن مسلم مراسل حربي في جيش عمر بن سعد، مراسل حربي كان يكتب الوقائع بقلمه، ومو كل شيء هم دقيق عنه. وكذلك الظلام الذين كانوا يحاسبون كل إنسان يكتب شيء عن أهل البيت، ممنوع واحد يكتب فضيلة عن علي بن أبي طالب، بل بالعكس الفضائل التي وضعت لعلي بن أبي طالب وأهل البيت والقداسة التي وضعت لهم رفعت ووضعت إلى غيرهم، فصار فلان وفلان وفلان أمراء للمؤمنين وقعدوا على منابر رسول الله بعد رسول الله، وعلي بن أبي طالب صار يحفر الآبار. أما والله لقد تقمصها ابن أبي قحافة، وهو يعلم أني محل منها محل القطب من الرحى، ينحدر عن السيل ولا يرقى إلي الطير. فطفقت أرتئي بين أن أصول بيد جذاء أو أصبر على طخية عمياء، فصبرت وفي العين قذى وفي الحلق شجى. علي الدر والذهب المصفى وباقي الناس كلهم تراب. هو البكاء في المحراب ليلا، هو الضحاك إذا اشتد الضراب، هو النبؤ العظيم وفلك نوح وباب الله وانقطع الخطاب. إذا لم تبرأ من أعداء علي فما لك من محبته ثواب. جمعت في صفاتك الأضداد فلهذا عزت لك الأنداد. ناسك فاتك حليم شجاع عالم حاكم فقير جواد. خلق يشبه النسيم من اللطف وبأس يذوب له الجماد. علي بن أبي طالب مهما تكلم التاريخ ومنعوا الفضائل التي تكتب عنه، يبقى علي بن أبي طالب هو أميرا للمؤمنين سلام الله تعالى عليه. فهذا أول شيء، التاريخ ما كتب بقلم نظيف عن أهل البيت عليهم السلام. إضافة إلى ذلك شوف التاريخ والحكام الظلمة ماذا فعلوا بالكتب التي كتبها العلماء. بس المغول حينما دخلوا إلى بغداد نهر دجلة يكتبون هالشكل، التاريخ أصبح أزرق نتيجة ذلك الحبر الذي كان يكتب فيه. إذن سووا بمكاتب أهل البيت. ذكر في زمن المقبور
لا بقى لا كتاب، لا بقى مؤلف، لا بقى قلم. دثرت آلاف الكتب نتيجة حكم البعث الكافر. ويجيك هسه واحد تو طالع مفقس من البيضة، مو يقول رحمة الله على وقت صدام، على ماي، على كهرباء. صح، هاي الأمور جدا مطلوبة، ولكن تترحم على ظالم من رضي بفعل قوم حشر معهم. لا تخلي الله يحشرك ويا صدام يوم القيامة وتترحم على صدام. هذا اللي انتهك الأعراض. والله بأم عيني كنت صغير وأشوف شلون يأخذون الطبقة المثقفة، شارع واحد 11 طبيب ومهندس، ويأخذ من بيته كأنما ما أخذ له فرد دمية، يصعد باللاند كروز البيضة لحد الآن أتذكر، ويروح هذا الشاب وينعدم ويروح. هذا شلون تترحم عليه؟ لا خلى عالم، لا خلى مهندس، لا خلى محامي. وقتل أكبر عقلية في ذلك الوقت، أكبر عقلية هزت التاريخ وقفز بالعقل البشري من زمن أرسطو طاليس اللي كتب المنطق الاستقرائي أو الأرسطو التقلائي، كتب في ذلك الوقت وطفر بالعقل البشري ووضع لك هذا القانون الذي وضعه السيد محمد باقر الصدر رحمة الله تعالى، وكتب اقتصادنا ما زالت دول تستفيد. البنك الربوي كتبه، وكذلك الاقتصاد، وكذلك وضع كتبا حتى للجمهورية الإسلامية في هذا الوقت. الإسلام يقود الحياة، دستور وضعه السيد الشهيد محمد باقر الصدر رضوان الله تعالى عليه. يجي واحد تو طالع من البيضة ويترحم لي على وقت صدام. انتهك الأعراض، خلى نساء، انتهك الأعراض وخلى النساء حتى تولد بالسجون. أي زمن هذا؟ على كل حال هذا ما كان موضوعي. فالإمام الحسين سلام الله تعالى عليه حينما ينظر إلى علي الأكبر عليه السلام يقول: اللهم اشهد على هؤلاء القوم فقد برز إليهم من هو أشبه الناس. شاهد كلامه، إحنا ما وصل لنا التاريخ لأنهم ما نعرف شيء الكثير عن علي الأكبر عليه السلام إلا ببعض الشذرات القليلة من حياته الشريفة بسبب الظلم والنقاط التي عددناها، ولم يصل لنا إلا هذا الحديث وبعض الأحاديث. ومن هنا لا بد أن نأتي إلى شخصية علي الأكبر من ناحية كلمة الحسين، نحلل كلمة الحسين، نفهم علي الأكبر من خلال كلمة الحسين عليه السلام حينما يقول: اللهم اشهد على هؤلاء القوم فقد برز إليهم من هو أشبه الناس خلقا. أول شيء الخلق، أو أول ما قال الحسين خلقا وخلقا، الخلق يعني هيئة رسول الله. تعرف هيئة علي الأكبر، تعال إلى هيئة رسول الله صلى الله عليه وآله، شنو الجمال اللي كان عند رسول الله صلى الله عليه وآله، شنو الهيئة اللي كانت عند رسول الله صلى الله عليه وآله. تعرف في الروايات عندنا أن النبي صلى الله عليه وآله ليس له ظل لشدة نوره صلوات الله وسلامه عليه. خلقا خلقا وخلقا. وإذا تريد تعرف أخلاق علي الأكبر تعال شوف أخلاق النبي صلى الله عليه وآله: ولكم في رسول الله أسوة حسنة. الأسوة الحسنة. وإنك لعلى خلق عظيم. ماكو شيء الله سبحانه وتعالى للنبي وصفه بالعظمة كما وصف الجانب الأخلاقي في حياتي. أي أخلاقها كانت لرسول الله؟ عاش في وسط الأعراب اللي كانوا يشربون الطرق ويقتاتون القدة والورق. كان النبي صلى الله عليه وآله ترى عانى معاناة جدا شديدة. يجي إعرابي لزمه من تل أبيب يقول له: اعدل يا محمد اعدل. قال له: إذا لم أكن أنا أعدل فمن الذي يعدل؟ ويجي واحد يشتم النبي صلى الله عليه وآله بالمسجد أمام الناس، النبي يلتفت إلى أمير المؤمنين يقول له: يا علي قم فاقطع لسانه. معقولة النبي يصدر من عنده هيك شيء؟ يقول له: قم فاقطع لسانه. وأذى بالإمام علي عليه السلام يأتي له بدرهمين الطاهن له. شو يريد يقول النبي؟ يريد يقول المرات المال يقطع اللسان،
شوف أخلاق النبي صلى الله عليه وآله، مثل ذلك الكافر اللي إجا ويضرب النبي، كان النبي يتمشى في مكة ورفع السيف يريد يضرب النبي، قال له يا محمد من يخلصك مني اليوم؟ من يخلصك مني اليوم؟ قال له الله يخلصني منك، أنا عندي الله. هكذا لابد أن يكون اليقين والاعتقاد بالله عز وجل، هذا يسمون التوحيد الأفعالي، إنه بكل فعل لابد أن تكون متوكلاً على الله ولا تشرك مع الله شيئاً، توحيد الأفعالي. قال له الله يخلصني منك. يقول فتقدم خطوات يتعثر فيسقط، فيسقط السيف من يده، يرفع النبي السيف. قال له زين هسه أنت من الذي يخلصك مني؟ أنا إذا عندي الله أنت من عندك؟ شوف المشرك والكافر يعرف. قال له رأفتك ورحمتك يا محمد. الرأفة والرحمة هي الموجودة في 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 قلبك هي التي تخلصني منك. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. هالتراحم هذا اللي إجا به النبي مو مجرد رواية اليوم تدخل منا وتطلع منا دون أن أجسدها في حياتي. التراحم أيها الأخوة، التراحم بيننا، الله سبحانه وتعالى بسبب هذا التراحم ينزل علينا من عطائه ومن بركاته. ولو أن كافران تراحما فيما بينهم لنزلت عليهم الرحمة. ذكرنا هذا الحديث قبل أيام، الكافرين اليوم من يتراحمون بيناتهم الله سبحانه وتعالى ينزل عليهم من رحمته. خلينا نتراحم بيناتنا حتى الله ينزل الرحمة علينا. ليش هالشتات؟ ليش هالبعد؟ ليش الزوجة في جانب والزوج في جانب آخر؟ ليش على أتفه الأشياء حطام الدنيا؟ اليوم واحد يعوف زوجته والزوجة تعوف زوجها على حطام دنيا وحقك زائل. من بالله بينا مات وحطوا له كفن بجيوب مو حتى ياخذ امواله وياه؟ وشنو قيمته؟ كم 100 كرون اليوم هو هذا هسه؟ يمكن ما ادري 100 200 وهذا تاخذه وياك بكفن 100 200 كرون تاخذ تطلع به انت من الدنيا مو اكثر. ترى لا تاخذ الجكساره ولا تاخذ السياره ولا تاخذ الفيلا ولا تاخذ المحل ولا تاخذ شيء، ما تاخذ وياك وحقك، تاخذ الكفن اللي سعره 100 150 200 كرون فقط. تعبيرنا لو بيجيوب هم الله سبحانه وتعالى ما خلى أبخس الأشياء، كفن أبيض تأخذه وتطلع. والبعض هم ما يحصل كفن مو؟ يا ما ماتوا بالبحار وبالمقابر الجماعية وإلى آخره، أحواض التيزاب حتى كفن ما كان إلهم رحمة الله تعالى عليهم. فالإنسان ما يأخذ وياشي مولانا. فالتراحم أيها الأخوة مطلوب جدا الآن حتى الله سبحانه وتعالى يرحمنا بهاي الدنيا. شيء إيش باقي بالدنيا؟ ما تقول له هو إيش باقي بيها. وإذا شوفه رأسا يخر ويطيح يودع. يسألون الإمام الصادق يقول له لا يا ابن رسول الله لماذا بعض الأموات حينما يموتون عيونهم مفتوحة الشكل، والبعض حينما يموت عيونه مغلقة؟ يقول لهم الإمام الصادق هذا العيون مفتوحة، الله ما اعطى فرصة لحظات حتى يغلقهن، وهذا العيون مغلقة ما الله سبحانه وتعالى لم يعطيه هذه اللحظات حتى يفتح عيون. شوف هي رمشة عين يمكن ما تأخذ لها ثانية أو ثانيتين، ما تأخذ لها ثانية أو هي هذا الإنسان، هذا واقع الإنسان. والإنسان شنو؟ بس لسان وحقك. وإذا فيروس بسيط اليوم يقتل الإنسان وينهي الإنسان، يدخل بجهاز المناعة المكتسبة، هذا الإيدز مو فيروسات لحد الآن لم تكتشف تقتل الإنسان، فيروس صغير ميكروبات مصغرة جدا ما تشوفها. أنا ما أقدر أتكلم ببعض بهذه القضايا العلمية بوجود بعض الشخصيات حقيقة، يعني والله أنا حقيقة يعني كل خجل حينما أتكلم بمحضر شخصيات هنا، أطباء مهندسين معممين، ولكن أنا من بابل إن شاء الله الأجر والثواب لكم إن شاء الله. فعلي الأكبر سلام الله تعالى عليه الحسين هكذا يقول فيه وفي حقه: اللهم اشهد على هؤلاء القوم فقد برز إليهم من هو أشبه الناس خلقا وخلقا ومنطقا، وكنا كلما اشتقنا النظر إليه إلى رسول الله نظرنا إليه.
هاي هنا تجي العله ليش الحسين اعتذر. تدري ليش الحسين اعتذر؟ لانه كان ينظر الى علي الاكبر على انه رسول الله ممدد في ارض المعركه، ما كان ينظر الى علي الاكبر على انه هو علي الاكبر، لا، وانما كان ينظر الى علي الاكبر على انه رسول الله. يوم من الايام يجي واحد نصراني يقولهم من هنا اقرب الناس الى رسول الله الى نبيكم؟ قالوا له هذا الجالس بالمسجد، اشاروا الى الحسين. قال له ما الذي جاء بك؟ قال له جاءت بي رؤيا، البارحه شفت نبيكم بالمنام واذا به ينادي على ولده علي، علي ولدي تقدم. يقول دخل اليه نظر اليه واذا بذلك النصراني يقع مغشا عليه. قال له هذا هو الذي رايته في المنام. قال له يا هذا لو عندك ولد مثل هذا واصابته شوكه فما هو حال قلبك؟ شلون حال قلبك لو عندك هالشكل ولد وصيبه شوكه؟ قال له اموت هما وغما. فكيف بالحسين عليه السلام حينما نظر إلى جسد علي الأكبر وإلى جسد رسول الله ممدد في أرض المعركة؟ ويخرج علي الأكبر إلى لهوات الحرب بأبي وأمي سلام الله تعالى عليه، وهو ينظر إليه كيف يقاتل. كيف يقاتل علي الأكبر عليه السلام وأمه واقفة، ليلى عليها السلام واقفة وتنظر من طرف الخيمة إلى وجه الحسين عليه السلام. شوف ساعة يستبشر وساعة يتغير وجهه الشريف، وكانت تنظر حينما يتغير وجهه كانت تنظر على أن علي الأكبر في خطر. حينما تغير وجه الحسين بأبي وأمي قالت له ليلى أبا عبد الله هل جرى لولدي شيء؟ قال لها يا ليلى ادخلي إلى خيمتك وارفعي يدك إلى السماء وادعوا لعلي، لأني سمعت جدي صلى الله عليه وآله يقول إن دعاء الأم مستجاب بحق ولدها. طبت خيمتها الغريبة وتوسنت بالله وحبيبه بالحسين، وش ما بي مصيبة يا من رديت يوسف من مغيبة، أريدك علي سالم تجيب. رجع علي الأكبر قال للحسين أبا هل إلى سبيل من شربة من ماء تقوى بها على الأعداء؟ يا قال بني علي ما أسرع اللحاق بجدك رسول الله فيسقيك بكأسه الأوفى شربة لا تظمأ بعدها أبدا. نزل علي إلى لهوات الحرب وهو يرتجز ويقول أنا علي بن الحسين بن علي، آليت ألا أنثني أحمي عيالات أبي، أضربكم بالسيف حتى ينثني. قتل قتال الأبطال
وحينما احتوشوه من كل جانب يقول ابن مر العبدي والله إن مر بهذا الفتى لأثكلن أباه الحسين به وحينما احتوشوه من كل جانب جاءه العبدي وضربه بخاصرته برمح طويل أجركم الله احتضن الجواد أخذه الجواد وأدخله إلى معسكر بن سعد قطعوه بالسيوف إربا إربا سقط علي الأكبر مناديا السلام عليك يا حسين يا حسين يا حسين يا حسين نور عيني يا حسين يا حبيبي يا حسين جاءه الحسين تمدد معه في أرض المعركة صار الحسين يحتضر يا نجعة الحيين هاشم والندى وحمى الذمارين العلا والسدد فلتذهب الدنيا على الدنيا لفا ما بعد يومك من زمان نرغدي والله قعد عنده وشاف مغمض العين مغمض العين بدم سابح ومترب الخدين متواصل طبر والراس نصين حين ظهر على وليده وتحسر يا ابويا من سمع يمك ونينك يا ابويا من سمع يمك ونينك ومن شبحت لعند الموت عينك عينك للثلاثين ما وصل لجليل يا والله للثلاثين ما يا وصل سنينك أراد أن يرفعه إلى المخيم ما استطاع لأن علي الأكبر كان مقطع الأوصال جاء بن هاشم حملوا علي الأكبر نظرت إليه ليلى قل له يا ابني يا علي هالنوب ظلت والموت الموت الموت ياخذني تمنيت عمود الوسط يا شايل البيت يا ابني بعد عندي ايش خليت يا ابني بعد عندي ايش خليت من الوالدة وانتظناها وانتظناها والوالدة الطالب رضاها اي والله الطالب رضاها يا امك يا لو حي دعماها يا امك يا امك يا لو حي بعد واقعة الطف مررت بديار الحسين فسمعت دار يخرج منها صوت ناعية قلت لمن هذا الصوت قالوا هذا صوت ليلى أم علي الأكبر تنعى ولدها
شتقول ليلى تقول يا ابني يا ابني يا علي لو تشوف الليل عقب عينك شلون اقضي نصب الدمع ونص احلام اشوفك بي واقول ترد لي انا وذاك الزمان الراح نرجع لي يا واقول ترد لي انا وذاك الزمان يا نراح نرجع ليه يا كوكب ما كان أقصر عمره وكذا تكون كواكب الأسحار جاورت أعدائي وجاور ربه شتان بين جواره وجواري يا الله الآية المباركة تقرؤونها أنتم بأصواتكم بسم الله الرحمن الرحيم أمن يجيب المضطر إذا دعاه أمن يجيب المضطر إذا دعاه أمن يجيب شفاء المرضى أما للحفظ والأمان أما يا الله 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 نقسم عليك بأحب الخلق إليك محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين والأئمة المعصومين من ذرية الحسين عجل لإمام زماننا بالظهور والفرج شافي مرضانا ارحم موتانا اقضي حوائجنا يسر أمورنا اعتق رقابنا من النار حرم شيبتي وشيبة والدي على النار لا تحرمنا من زيارة الحسين في الدنيا وشفاعتهم في الآخرة يا أكرم الأكرمين إلى أرواح المؤمنين والمؤمنات ولمن مات على الهدى والإيمان أمواتكم جميعا أرواح كل من لم يذكرهم ذاكر رحم الله من يقرأ الفاتحة مسبوقة بالصلاة على محمد وآل محمد